السلام عليكم، كي راكم المشاهدين؟ لاباس عليكم، هانيين. واش غبرنا عليكم مدة ما تشوفناش. انا راني وليت من المتبعين ديال الله، راني وليت غير كنشوف. ايوا دابا ليلى غادي نديوها تمشي تقرا في الروض، ياك يا بنتي؟ سلمي على المتابعين، كلهم كديرين، لاباس عليكم. منعرفش. مكتعرفيش؟ حبيبة ديالي، فرا المقابض ديالك، عندك شي مقابض ولا ما عندكش؟ عندي. المقابض اللي كيدارو هنا. مقابض عندك؟ عرفت صوبتك مزيان ولا لا؟ صوبتك مزيان؟ يلا هاجي نشوفو. ناضية، يلا جيبي السبرديلة ديالك، يلا امشي. وهذه؟ هذيك بلاش، هذي جيبي السبرديلة ديالك. هاكي دير لبس الشكارة ديالك. نديو ليلى الحبيبة تمشي تقرا ليا. نديو المرضية. عطاك ماني؟ انتي متي بارك عليك من هاد السقاطة انتي، انتي ليلى، ليلى السقاطة اللي كلاتها انا حياتي كاملة ما كليتهاش. ترى ما كليتهاش. الحياة ديالي كاملة داك السقاطة اللي كليتيها انتي في هاد العمر هذا، حياتي كاملة ما كليتهاش. لا لا لا، ما عطاتنيش. شكون ما عطاتكش؟ ما عطاتنيش. موي؟ اه. كتدور معاك موي؟ اه كتدور معايا وصافي. كتعطيك فلوس؟ لا. ما كتعطيكش؟ ولو كتعطيك. علاش من ما كتعطيكش؟ انا دائما كنشوفها كتشري لك وكتعطيك الفلوس. ايوا الفلوس حتى هي ما كتعطيهاش. ايوا انت ما خاصكش الفلوس، خاصك اللي يشري لك، ما خاصش اللي يعطيك الفلوس. ما عندك ما ديري بفلوس انت. لا عطاها لي دابا. شنو غتشري بها؟ نشري بها كاطا. شنو غتشري؟ هاك نشري بها كاطا. عندك يشتري بها مصاصة ولا الحلوة؟ شري طونيك صافي؟ طونيك وعصير. وعصير؟ اه. المرضية ديالي. هذيك كتشري عصير وطونيك. هذيك كتشري غير طونيك، ما تشري لك العصير لا والو. علاش؟ نشري لك طونيك. حتى العشية عاوتاني نشري لك طانونة ولا شي حاجة. عرفتي السقاطة بزاف شنو كدير؟ حلاوة بزاف كطيح سنينات وكتضر في الكريشة وكتخلي واحد ضعيف اللي جاي يغلبو. فهمتي؟ غير واحد صغير كيغلبو. فهمتي؟ انت خصك تكوني بطالة، ما كيضربوكش الدراري في المدرسة. كيضربوني. شكون كيضربك؟ إلا ضربك شي واحد قولي للأستاذة، ما تضربيش، قولي لها الأستاذة، الأستاذة غتهضر معاها. إلا ما هضرتش مع الأستاذة، إلا ما هضرتش مع الأستاذة قوليها ليا. لا مش عند الأستاذ. لا بابا، أختي طوقتني من الاستراحة. شي أختك طوقتك من الاستراحة؟ أه، حتى أنا طوقتها. هذوك اللي في المدرسة خوتك وأنت خوتهم، ياك؟ أه. المرضية ديالي. المهم يوسف مشى في الطيارة. اه وصافي خلانا هنا وخلاك هنايا. يوسف مشى الطيارة. توحش يا خوك. يا المرضية ديالي توحشات خوها. ايوا تا هو راه توحشك. مقفيتوش. مقفيتيش؟ وماماك توحشتيها ولا لا؟ توحشتها. شريت لك العجينة. شريت لك العجينة؟ اه. شنو غتقولي لماماك؟ شنو؟ نقولها شكرا ونقولها مصالحين. مصالحين؟ اه. علاه كنتو مقافيين ولا؟ اه. بصح؟ علاش قفيتي ماماك؟ علاش؟ ماماك زوينة طريفة. خاص هي كضربني بالصندالة. ضرباتك بالصندالة؟ وقلع عصبتي هذاك الشيء علاش ضرباتك بالصندالة؟ ماماك ما كتضربكش ولكن منين كتعصبيها كتعطيك الصندالة الرجلين. المرضية ديالي تمشي تقرا ليا انا باش تولي ليا شي حاجة واعرة. منين تكبر شنو بغيتي تولي؟ نولي سبايدر مان. تا انت؟ صح. تا انت؟
غتقراي وغتكبري تولي سبايدر مان. انا غنولي باتمان. سبايدر مان بقاو نتبعو انا وياك الشفار. بقاو نقزو في السطوحة و... ها حبيبة ديال احنا قربنا دابا المدرسة غتمشي تقراي صافي. وشري شي حاجة معك تشري. لا شوفي شوفي بنتي ما تدخليش شي حاجة للمدرسة تشريها حتى تخرجي عاد تشري. لحقاش كاينين وليدات صغيورين ما عطاوهمش باباهم الفلوس ولا ما عندهمش باش ما عندهمش الطونيك وما عندهمش هذا وغتبقي انت تاكلي قدامهم وغادي تشهيهم فهمتي. وانت غتشهيهم وكاينين بزاف ماشي واحد ولا جوج. قلت في الشطار البارحة في المدرسة شوفي في المدرسة ما تاكليش قدام الدراري حشومه فهمتي حتى تخرجي برا. لحقاش غيبقى فيهم الحاله يقولوا شوف هذه عندها طونيك وانا ما عنديش فهمتي. يلا سيري حبيبه ديالي بوستيني. يلا بوستيني كارم بوس كارم بوس كار. يلا سيري المرضيه ديالي حتى العشيه وغادي نجي عندك صافي. يلا غادي ندخلو للدار نجي هنايا للدار باش نشوف نشوف الدار ونشوف اش واقع. احنا جينا نشوفو دار كلاني ما خليتيها راها مازال. صراحة قاصحة عليا بزاف انني ولفت نلقاك دائما هنا ولكن ما غاديش نلقاك. انت لاني الدويرة ديالك. بسم الله يا لاني كنت منورة هاد البلاصة ودي. أهلي حرمنا من العيالات صراحة. أهلي حرمنا من العيالات. أنت لاني الدويرة ديالك كيف ما رتبتيها كيف ما خليتيها مازال هي هاديك. كلشي مازال في بلاصتو. حتى حاجه ما تغيرات. الطابليت ديال ليلى تنديها معايا باش تبقى تلعب بها تما. صراحه الهلا يحرمنا من العيالات صراحه كيعمروا الدار ولفت عاد عرفت بالقيمه ديال المراه. لا بد من الدار. الدار بلا مراه بحال ليلى شنقول لكم ما لقيت ما غادي نقول. انت لاني الكوزينه ديالك كيف ما خليتيها كلشي مازال مرتب كيف ما هو. كلشي مازال هو هذاك. راني كندخل كنلقى عليه ليلى يوسف ما كاين حتى واحد غير انا. الله يجيبك على خير راني وكنتمنى لك زيارة الاهل الموفقة وتستمتعي بهم ويستمتعوا معاك. ولا يحرمنا من الوالدين واي واحد كيتمنى انه يزور والديه كنتمنى ربي يسهل الامور ويجي يشوف والديه. واي واحد مغرب على ولاده والله يجيبوا لولاده ويجيبوا الجوجه ديالو ولا
صراحة صعيبة بزاف دابا، ما عرفتش سيمانة تقريبا باش مشات ولا بقات بلاصة غيابة. صراحة غادي نتسنى ليلى، نبقى هنا في الدار على ما تضرب الخمسة باش ناخدها ليلى من المدرسة ونديها. صراحة بقات بلاصتك بزاف الله. مهم الله يصبرك الله. عارفك الله انك غتشوفي هذا الفيديو هذا وغادي تأسفي او لا غادي يبقى فيك الحال ولا غادي حاجة الله. انا بغيتك تكوني قوية، استمتعي بكل لحظة مع عائلتك. انا عطيتك 3 شهور استمتعي بها لاني، استمتعي مع اخوتك، استمتعي في بلادك، استمتعي في جو عائلتك، استمتعي معاهم راني. حنا صابرين حتى توصلي على خير، و الله يجيبك على خير، والله يجيبك وليداتك على خير، وردي بالك على ولدي يوسف وبنتك ليلى. ما تخافيش عليها، راها معايا، ما تخافيش، دايره فوق راسي ودائما نرد لها البال، القرايه ديالها، المسائل ديالها كامله. رضي بالك كذلك لولدي، وحضي معاه من الغابه ومن من الحيوانات وداك الشيء اللي حقاش الحناش والعقارب في داك الغابه. رضي لي البال بزاف الاني، ورضي البال راسك، وسلمي لي بزاف على العائله ديالك، وخليك قويه، خليك قويه. انا بغيتك تستمتعي الاني، بغيتك تستمتعي باللحظات مع العائله ديالك. وهذا الشيء اللي كاين فضل فيديو دابا، نلعب واحد شويه البلاي على ما تخرج، على ما تخرج ليلى. الشيء اللي كاين، وشكرا لكم الخوت من القلب. السلام عليكم.